ولا بيوم تخيلت اني اتزوج رجال يصورني باربع حيطان ويحيطني اني اناظر التاقات ما منفضه دونها. ما هذا الكلام اللي كنت بسمعه منك ترفه؟ وايش اللي كنت بتسمعه من حرمه قدر عليها الحب السلف يا عواد؟ النبي عليه السلام يقول: لو مرت احد انه يسجد لغير الله سبحانه كنت مرت الزوجه تسجد لزوجها. صدق النبي، لكن هذا يصير حين يكون الزوج زوج بحق، وقتها حقه على حرمته طاعة حد السجود. أفهم منك أني ما أنا زوج بحق؟ أنت زوجي يا عواد، وش ما تشنت لك علي الطاعة. وأنت كارهة يا ترفع مثل ما تزوجتيني وأنت كارهة. ما من أحد قواني على الزواج بك يا عواد. صحيح يا ترفع، ما من أحد قواك، أنت قويتي روحك لجل تفدير ربعك بعد الزواج. هذا الهرج قضيناه، وأنا الحين حرمتك يا عواد، وإيش اللي تبيه من ورا كل هذا الكلام؟ كنت أبي أعرف وين تحطيني بين الرجاجيل. أنت أميرهم وسيدهم وكلهم دونك قول وفعل. زين يا ترفع زين، ونايف العضيد أبوي؟ بي يا ترفع أبوك. إن شان قول بنت بأبوها هو أب المروة وسيد الخلق، وإن شان قول حرمة أمير بأبوها فهو حيث يحط الأمير طال عمره بين الرجاجيل. وابن الشريف ليه يسوي هالنقيصة ويستكري نهابة؟ الكان الرجل له عندنا شيء يجينا يجينا ياخذ على عيون الخلق. هذي اللي ضاق بها ابن الشريف انه يجينا. كل العرب تجيه الا حنا، هو اللي جينا. ولو كاد انه درى ان نزلت على الأمارة وما عديت سلمت عليه، الما كان عشان القرابة بيننا فعشان السرة اللي حق عليه دفعها لنا. وانت ليه ما مريت وسلمت عليه يا الضاري؟ الرجال شاري ومدري حنا ليه بايعينه. ابن الشريف شارينا برخيص يا غانم، قبل لا ناسبنا وناخذ السرة كان كسبنا أكثر من الغزو وخفر حجاج بغداد. وهذا حنا الحين الغزو ومنعنا عنه وخفر الحجاج وخص به أخوه الأمير جاسر ابن الشريف، وما بقي لنا غير رعية البل والصرة اللي يتكرم بها علينا من حول الحول. لكن حنا الحين عندنا اللي يكفينا ويزيد، وما من داعي لمناطحة ابن الشريف بلا سبب. وش رايك بهالهرج يا مجهول؟ ايه انا اقول، انا رايي ان ابن الشريف لو يصح له ما توانى يشغلنا عبيد بقصر. الصحيح انه لين الحين مراعي القرابه اللي بيننا، لكن ما دام هو الراعي وحنا الرعيه ما من شيء يمنعه يطلب منا شيء فوق قدرتنا، وهذا اليوم ما هو بعيد ابد. انتم تكلمون كأن الرجل جرد جيشه علينا وللحين ما بدر منه الشيء اللي يفسد الود. وغارته علينا يا شيخ، وش تسميها ذي؟ وش دليلكم انه هو اللي غار عليكم؟ الله عليك يا شيخ، الخيل اللي غنمناها انا مجول من النهابة. جيب اي عير من العرب وانشده المن هذه الخيول، يقول لك من مرابط ابن الشريف. ادري يا الضاري، ادري انها من مرابط ابن الشريف، لكن هذا ما يؤكد انه هو اللي سير من عليها لغزوكم. وارد احد ثاني، وارد تكون الخيل مسروقه. زين يا شيخ زين، يمكن الكلام اللي تقوله صحيح وحنا ظالمين الرجال. قول انك حنيت للغزو يا العقيد. اكون كذاب
لو قلت لك ما حنيت للغزو ولسوق الغنايم، لكن ما هو الضاري اللي يبي الغث لربعه. إن كان في صالح العرب مهادن ابن الشريف تراني على رؤوسهم بالدفع بالحسنة، لكن إن كان بهذا المهادن ذلهم تراني أول من يشق عليه عصا الطاعة، وهذا أنتم تشهدون. لو كنا برفقة الشيخ عايض بمسياره لابن الشريف شالنا من عطايا نصيب. الله يغنينا. القوة يا الربع. قوي. هلا براد. هلا ولد العم. ها، من الغالب ومن المغلوب؟ للحين ما من غالب وما من مغلوب. ايش رايك تلوب عني؟ اشوف الهزيمة من اولها دي ثلثين المراجل وهذه تكفيني الحين. تصبحون بخير. تلقى الخير. زين اللي راح. وش قلت؟ اقول اشتقنا لك يا سالم قبل لا تغيب. زين، تصبحون بخير. انت نام وتلقى الخير. خير يا رعد. الحق اني مطرش من بنت عمك الهنوف. الاول ابي ان هذا الهرج ما يغثك، والتالي ابي توعدني ان الكلام اللي ودي اقوله يبقى بيني وبينك اليوم الدين. زين يا رعد اسمعك. الظاهر النواف للحين ما هو بناسي ان الهنوف كانت تميل لك دونه، وهو للحين موسوس من ذي السالفه، والهلون هي تسلم عليك وترجاك ان ما يجي لسانك على لسانها لين تهدى الحال بينها وبين زوجها. زين يا رعد زين، سلم على الهنوف وقل لها على لساني ليش علي حرمة الشوف زودا على حرمة السلام، المهم اتهنى هي بزواجها. تكفى تكفى يا ولد العم، هذه ظنتي بك. يلا يلا نلعب. لوعني الشوق، ما قدرت انام قبل لا اشوفك. معي زينب حقنا يا ولد العم نسرق شوفتنا لبعضنا سرقه. تبين نعرس؟ ان وافقتي باكر الصبح اسوق عليك. ول والمن ودك تسوق وابوي وامي بينهم صنعت كافر؟ انت قولي وش تبين يا بنت العم وعديه صار. ابيك تكف عن مساير الليل. اخاف لحد ان يشوفنا ويوصل الهرج الهلي، وانت تعرف عقولهم الاثنين، والله نعرفوا اننا هويانين بعض غير يفرقونا نكاية بنا. لكن الشوق يا صبحة. غازي أرجاك، هذه أول مرة أنخاك بسالفة، وأنا الحين بالي مخبث بسالفة هلي، وأحس بنفسي مثل ناقت ذاهبة. قدر الحال ولبيني بذا الطلب يا ولد العم. زين يا صبحة زين. ترخص لي. ما شبعت منك؟ الخير بالمقبلات. هذه صبحة لنعرفها.
يسلم الدين والإيمان يا مثقال. يسلم دينك وإيمانك يا أبو مثقال. شالب قلبك علي يا تركيا. وقارب الدنيا غيرك علشان أشيل عليك. هذا وش بلا؟ جيعان. لو عطيتها دروع عشر نوق يبقى جيعان. تبين أرد لها له؟ لله لله يا ضاري. جيت هذا العيل عندي بهالوقت بها حكمة، وما هي أنا اللي تعارض رادة ربنا. العاد ما وصيت شي تركيا. هذا الولد غير إنه وده يصير ابننا، هو أمانة لزوم نحفظها لين يطلبونها منا. توماس ولدي يا ضاري. جولك حيلات. هلا بعم الشيخ. بلغي الوالدة أبي أكلمها. الشيخ يبي يكلمك يوم. يا هلا يا هلا بالشيخ. هلا ادخل ادخل طال عمرك. عساك بخير يا أم صبحة. الأولة الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا شيخ. يا أم صبحة هذا العون كفيل هذال جاب لك الفدية 50 ناقة ولدات حلبات. هذه كانت دية الوسم قبل لا تنقطع شفي، لكن الحين أبي منك قضوة ثانية يا العارفة. أبوك سالفة يا هالسالفة. زين يا مصبحة، لكن هبا علمك من الحين، التبين قضوة جديدة ترى القضوة القديمة تبطل، وهذه الفدية تبقى بمانة العون لنحكم من جديد بينك وبين هذال. وش علي يا شيخ؟ ما هي تشفي اللي تنفد بكم ناقة. ما عليك منقود يا مصبحة. حين تبين القضوة يا ترشيلي يا تجين انتي يا تكلفين احد ينوب عنك. وكيلي حاضر طال عمرك. اود القضوة تنعقد اليوم قبل باكر. الظاهر ان ابن الشريف خاصك بفرس اخيري من فرس نواف وفرس الشيخ عايض. افمن عينك طلال قصده يهنيك يا الاخو ما يحسدك. هذا حال خوينا غازي من الحين وبعد الظن بالناس. تعال 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 ناظر ناظر شلون معلق للفرس حجاب. وانت ليه مكيود؟ انت شنت معلق لها حجاب او كتاب؟ وحقك ماني مكيود يا خوي، لكن اللي ابي اقوله ان الفرس من الفارس ان كانت اصيله او كديش. كانك تلمح لشيء نواف. لله ما لمح يا غازي، هذا انا اقولها صريح، ما من فارس بنس وانا حي. كان على حيلان وان كان على بيه. حقك حقك يا نواف، لكن يجي يوم القصاص ونجزك يخالف. وانا قبلت. على عيون العرب كلها. على عيون العرب كلها. هذه سرتكم من الأمير يا طويل العمر. ما يقصر طويل العمر. طال عمرك الأمير يهديك السلام وينجدك هذا القصيد. لا تدنق الدلة ويمك من ينوب، يكفيك ذي العلة ويحفظ عليك الجيوب.
جناب الأمير أبوها، وإن شاء الله ما يصير غير اللي يرضي. سرور، دير القهوة. تفضل يا الأخو. تسلم، كأنه كثير. ما هو بشثير على اللي مثل جنابك. انت شلون تسمين وكيلك للشيخ من دون ما تشاورينا؟ ولا ودك تحرجينا الرجال؟ فضحتينا بين العرب انت وزوجك، صارت سيرتنا على كل لسان. صبحة اشترت ناقة وسمتها بوسمهلها، وهالذال رد عليها وسمها على يدها مثل الدابة. وتدرين وش التالي يمه؟ التالي ما هي رايحة غير علي أنا وهالمقرودات. باشر يقولون بنت اللي توسم ناقتها بوسمهلها ما تنراد. تطمني يمه، ودنا نعنس أنا وخواتي بسبايبتش. أنت ويش بلاش اليوم يا بنت؟ كل هذا لجل إني سميت غازي وكيلاً لي بالقطوة من غير مشاورة؟ وال هذا اللي كان ناقصها عشان تكمل تسميه غازي وكيل اللتش وهذال عمه. غازي من صفنا يا بنت، وهو من يوم يومه يكره ابوك بسبب قسوته عليه وهو صغير. والمهبول انت ودك تجيرين العرب كلها ضد ابوي. والله والله لو يصح لك يمه لكنت جردتي عليه جيش السلطان. لجل هذه، لجل هذا يا بنت. زين، كل اللي ودك تسويه حقك يمه، لكن سايقه عليك الله طلعين غازي من السالفه. يا بنت، انا ودي احد جوابه على راس لساني ويعرف ياخذ لي حقي من هالذال. اخاف ان حكم القطوه الجديده يكون امر بقطع شلوه من شلاه، وبالتالي يقوم يفديها بكم ناقة. ما عليتش بهذه الوالدة، اعفي غازي من ذي السالفة يمه، ولتش علي وكلتش من يفوق غازي في صاحة. ما انت قصدين يا بنت؟ أنا قلتش يمه صدق من قال من سلم لحته للناس لعبوا بها. كان لزوما نجز راسه ونرسله لابن الشريف. لا يا مجول، الشيخ سوى زينة العقل، مرسال هاللون يبي له جواب هاللون. وش ودك نسوي الحين يبا؟ وش ودي نسوي؟ الجواب عنده سرور. ها يا سرور، ابن الشريف يبي حجر علينا ندير القهوة للضيفان. ايه وش عليه؟ لكن ذاك حين تصير لعضيت كلها من هالتراب. سمعتوا الجواب يا الربع؟ سمعنا طال عمرك. دونك الغزو يا اخو ترفه، من الحين ما شيمناك. الحين بس رجعنا عرب. قوتشن العباريات. هلا بالفريس. عنشن عنشن. حطابات اليوم. صبح عيد تتحطب. عسى ما شر. صايحت شي أمي عشانك. عشاني أنا؟ أمي تبيك وكيل لها بالقضبة الجديدة بينها وبين أبوي، وصبح معي عشان ما ودها تحرجك. هي والتالي؟ صبح سمت وكيلا ثاني. قلت اشترفة لها علم باللي سواه رجالها؟ ما هقيت خيتك،
تدري وتسكت. يا حيف عن النسايب، لكن وش تقولين؟ صحيح القرايب عقارب. يا خوف قلبي يجور عليها عقب ما يخبر ان ابوك عصاه. ابوي ناوي يتركها له؟ وش يطلع بيد ابوك وهي منيعه قصره؟ هذا الشيخ ورخص لك بالغزو يا مزوج العزابه، على من عقد النيه؟ من غير عدو الجد اللي ما يود؟ بني السايس؟ اي يا مجول، بني السايس. ولا تبيني اعف عن غزوهم علشان خاطر الخشف الحفيان؟ صالح العرب ابدا، هذا عدنا ما من شيء بيني وبين صبحه. انا ما قلت ان به شيء بينك وبين صبحه، انا قلت يا خوفي تطلب مني ما غزي بني السايس علشان خاطر صبحه. بكل الاحوال انا من الحين عافيك من هذا الغزو يا مجول. ما بغيتها منك يا الضاري، ودك فرس العرب يرجعون بالغنايم وانا خامل بحضن شلوى؟ كسبه كله لك. كفو عليك يا الضاري، بس ما هو بنا اللي ياخذ من كسب غيري. على هونك يا مجول، على هونك، بعدنا لا غزينا ولا كسبنا، ولذاك الحين ما ندري وش يصير. هلا بصبحة. هلا بغازي. أبيكي بسالفة يا بنت العم. أسمعك يا غازي. من ذا اللي سميتيه وكيلا لأمك بذالي بالقبوة؟ ومن علمك بذا الهرج؟ ما هو مهم من علمني، ما هو مهم، المهم إني عرفت. ما تشنت بيها لك يا غازي، هالذال عمك وما هي زينة بحقك إنك تجرمه. زين يا صبحة، بهذه ما خالفك، لكن أبي تعلميني باسم الوكيل، من أي عربه؟ الوكيل هو مجو العضيد. من عرب العضيد؟ عرب العضيد يا صبحة؟ وهذا شلون عرفتيه؟ ذا اللون تكون تعديت حدك يا ولد نمر. تعديت حدي؟ تعديت حدي يا صبحة؟ عشان نشتج شلون عرفتي هذا الوكيل اللي له من الشيوخ وله من الوجيه؟ مجو العضيد من مقام ذول اللي ذكرتهم، وإن شان العون وكيل أبوي وهو من عرب الهميلة، لزوم يكون وكيل أمي من عرب ثانية بعد، عشان ما ودي نمر بالقبور ونقرأ المعوذات. وبلغت الشيخ عايض باسم الوكيل؟ بلغته ووافق. وافق قبل لا تشاوريني وانا ابن عمك ووليفك؟ حقك علي بكل شيء يا غازي الا بذا الشان، عشان ودي اجنبك العي والكلام اللي ما يجي من وراه غير وجع الراس. زين يا صبحه، زين زين، لكن اللي ابيك تعرفينه انك غثيتيني بهذا الهرج بالوقت اللي كنتي تبين تجنبيني هذه السالفه. نسلم عليك غازي. بقى شيء ما قلتيه يا صبحة؟ غازي، ما من أحد دونك بالعربة طرشه المجول. ها وش قلت؟ تم يا بنت العم. هاي أم جول، شلون حاسة حالك اليوم؟ ما دمت عندي أنا بخير، الله يرضى عليك ويوفقك ويرزقك الذرية الصالحة. الله يديمك فوق راسي أمي، الله يديمك فوق راسي. القوة، الله يقويك الوجه، الله يقويك العقيد. أيمن قال نبي القنص يطير شلوى، وش رأيك ترافقنا؟ ونعمل رفاقة يا العقيد، لكن الوالدة ما عليك بي يا ولدي، وش وده يصير علي؟ تعال معنا يا مجول، سبق وصيت تركيا وخزنة بشلوى. رح مع ربعك يا ولدي، ريض فروسك وفرج عن نفسك يا بعد قلبي.
زين يا بالرماح زين. جرحك اليوم يا ابن اخي؟ الحمد لله يومين ويبرع، لكن كله دون طويل العمر يهون. يا اخوي بدر انشنت خيب الظن يا ابن اخوي. وش اسوي عاد؟ انشنت انت من حرز علي ان انهزم ولا يكشف الضاري وجهي. افهمك يا بدر انك لولا سلفت الثام كانت افعالك بالغاره غير. ما اخفيك طال عمرك ان استخفينا فروسيه الضاري واخذت 5 من الفريس بالوقت اللي كان يلزمنا به 10 طال عمرك. هذه من ناحية، ومن ناحية ثانية أنا فضلت أن انهزم ولا زيح الثامي وقابله خشم الخشم عشان ما يعرفني ويعرف بالتالي أنك أنت من أرسلني بهذا الشان. خير خير يا بدر اللي سويته. كل الأحوال العلم الكاد يجينه مع الياسي، عقبها نشوف وش نسوي. السلام عليكم يا رب. السلام عليكم. أقول يا طويل العمر، نايف العضيد عاقل ما أحقاه يكسر كلامك. وأنا رأيي من هاللون يا ماجد، لكن من يدري، من يدري وش بروس الرجاجيل؟ من أكد لي إن السحر ما يتعدى هذه الدار. ما من سحر يا غيدة، أنا حظي اللي مايل. يدش معي طال عمرك. قلت ليش السالفة سالفة سحر والمغربي ما يجذب؟ وإيش المكتوب؟ لو أني أعرف أقرأ كنت أنا كتبت حجابات، لكن ما عليك، أبا أخذها للمغربي وهو يقرأها لي. سلم عليك. وانت عارف من هو من بين الرجاجيل ذا اللي اسمه مجون؟ لله طال عمرك، ما سبق وسمعت به. لعاد شلون عرفت به هذه البنت؟ باكر حضر نفهم السالفة. القوة قويت. أمانة الله ظلوا مرتاحين. أمانة الله. وش حال الحلال؟ بخير بخير طال عمرك. فهمك حكي يا نواف. أبي أقوم سبق للخيل. وعلى من الرهان هالمرة؟ من حول تراهنت انت ولد عمك طلال على بنت عمك الهنوف، سبقته وكسبت الرهان. لا تقول لي انك تبي تثني بالزواج. لله يا العقيد، القصد من السبق هذه المره كسر خشوم. ومن اللي تبي تكسر خشمه يا نواف؟ غازي بن نمر. عرفت لي الغزو زين يا عايض؟ هذول عيال ربعك شرهم على بعضهم عشان ما هم لاقين عدو يشغلهم. لكن الغزو شيء وسباق الخيل والعرضه شيء ثاني. الغزو
لعبة حمر وسباق الخيل والعرضة لعب أبيض، لكن بالتالي كلها لعب والرجاجيل ما يلوق لها غير اللعب الصحيح. ما سمعت جوابك يا شيخ. انت شنت السالفة لعب بلعب وإيش عليه؟ انت سابقوا وحنا نكسب الفرجة. خير خير ما سويت يا الياسجي، لكن أبي منك تذكر إلها ما كنت نسيت شيء بالهرج، كلمة شارة لمحة. طال عمرك أنا خبرتك بكل شيء صار معي من لحظة دخولي عند العرب حتى خرجت من عندهم، هذا اللي صار. ها تذكرت، بس يمكن مو شيء مهم. طال عمرك لما صب لي القهوة جي الفنجان عبا قهوة حتى طفح. ول 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 هذا هو جواب من عطيت؟ حين ملوا لك العرب فنجان القهوة لين يطفح، هذا معناه شيء واحد، الطرد. اشرب قهوتك وارحل، ما نبيك مجلسنا. هي هذا وارد طال عمرك، لكن وش تقول؟ إذا رجفت شفي القهوجي وصبت زيادة قهوة. لا يا بدر لا، ما هو من عطيت اللي يحوي قهوة جي تشفه ترجف. بعدين أنت الحين سمعته بسالفته، شلون عرف عيب القهوة من حطبها اللي غسله وعليها الميت؟ وش النية طال عمرك؟ ننتظر كم يوم ونشوف عقبها، إن كان شاور عقله وامتنع ولا هركب راسه وعيه طيع، ومنها أشوف وش أسوي معه. وقف هدية. هلا الخير يا العقيد، نستفتح بطيرك يا طويل العمر. على بركة الله. حال الفرس الملجومة عن السبك، شلون حال أم جن؟ البارحة ما نومت من الليل من وجع يدها، لكن أصبحت زينة اليوم. شافتنا صبحة، سلم عليك يوب. تظري يا بنت، للحين ما خلصت كلامي. راحن وما عرفت منهن وش مبيت لي أمهن الكتعة. صدق اللي سمعته يا عواد؟ وصلت الخبر؟ تبي تحجر ابوي عن ضيافة القهوة للضيفان يا نسيبة؟ على مش تكلميني كأني مخطئة ترفع، وانا اللي قلت الحالة عفي من الهم عشان خاطرك. تدري ويش اللي بقى يا ابن الشريف؟
إنك تجيب نايف العضيد من رقبته عشان يخدم بقصرك. وقتها بس يكون صار لها الشرف الكبير. أبا فارق يا عواد. وش تقولين يا حرمة؟ قلت لك إن نفسي عافتك وانت حارم علي حرمة غانم وغنام. وانت حارم علي حرمة محارمي ومكانك هذا الدار لانك بسالفتي ويا نايف. تفو عليك ابن الصانع. محمد والله اليوم الصيد واجد. وشك خير يا العقيل. هيا ودوم ظلامة لفان الضيوف.